رح نروح لمحطتنا الثانية نور، ويمكن رح نحكي عن شيء كتير مهم. كل المقبلين على سوق العمل دائما بيسألوا عنه، واللي هو التدريب. التدريب هو مفهوم أساسي بيساعد الكل على التطور، سواء كان الشخص ضمن العمل وعم يخضع لدورات تدريبية ليطور من مهاراته، أو هو شخص مقبل على بيئة العمل بشكل عام وبحاجة ليصقل أساسا المعلومات اللي عنده أو الخبرات أو الأكاديمية اللي هو اتمتع بجزء منها، فلازم يتدرب لحتى يتطور. أكيد سلمى، وعم نشوف بالعشر سنوات الأخيرة في توجه كتير كبير للتأهيل والتدريب، خصوصا من بعض المؤسسات إن كانت العامة والخاصة، وكثير من الأشخاص يمكن عم يحاولوا يختصروا الوقت للدمج بسوق العمل من خلال هي الدورات. بس قديش مهمة هي الدورات للأشخاص؟ قديش فعليا بتحافظ على تدريبهم وتطويرهم وتطوير مهاراتهم؟ كل هالأمور رح نحكي عنها مع أستاذ وجيه البني، مدرب معتمد في التنمية البشرية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. صباح الخير. صباح الخير أستاذ وجيه، أهلا وسهلا فيك. بداية خلينا نبلش مع حضرتك. اليوم بنعرف مفهوم التدريب هو مفهوم كتير واسع، وبكل المجالات اليوم أنا صار فيني أخضع للتدريب، ولكن جزئية مهمة نحكي عنها اليوم، تدريب الموظفين. شو يعني أني درب موظف؟ كيف بختار هذا الوقت؟ كيف بختار هذا الشخص؟ نوعية التدريب نفسه. تماما. هلا مثل ما قلت حضرتك، التدريب هو عملية نحن دائما نقول ممنهجة، يعني لازم يكون أنا منهاج إلى خطة ومستمرة، هي مو بس آنية. بتساعد الموظف يلي هو في على رأس عمله، إما أعطائه بمهارات أو معلومات جديدة، أو هو بيكون عنده هي مهارة والمعلومة بس هي بحاجة لتطوير. ليش؟ لأنه سوق العمل عم بيتطور، فهو بتكون معلوماته ومهاراته شوي قديمة، خصوصا بعصر التطور التكنولوجي الثقافي الاجتماعي الكبير. فالموظف ما بيقدر خلال سنة أو سنتين نفس مهاراته اللي هو عنده إياها بيقدر يطبقها بسوق العمل. فحتى لو كان موظف هو بحاجة لتدريب لأخذ هذه التقنيات الجديدة حقيقة. صحيح. وخلينا نحكي عن أهمية التدريب، يعني اللي حكيته نقطة كتير مهمة. اليوم نحن عم نشوف تطور مو فقط سريع، يعني سريع جدا، متسارع بشكل كتير رهيب. اليوم عم نشوف فعليا الدمج مع سوق العمل، كل يوم في مهارات جديدة، فبتلاقي الموظف ضمن الإمكانيات الموجودة عم يحاول يواكب فعليا العصر، لكن التدريب له جزء مهم. قديش مهم اليوم تأهيل الموظفين خصوصا في المؤسسات، يمكن القطاع العام تحديدا؟ هلأ الخاص أحيانا بتلاقيهم فعليا عم يحاولوا يشتغلوا من هذا الجانب، بس دائما هذا الموضوع مرتبط بالمادة. بس اليوم خلينا نحكي قديش مهم للموظف حتى على نفسيته، لما أنا بدي فوت على الشغل بلاقي في يسابقني لأنه هو عامل، لا كلياتنا بيسوي واحدة، بعدين هون بيكون في تميز حسب أدائك بالشغل اليوم. 100% مثل ما قلتي حضرتك، نحن رح نحكي عن تدريب الشركات أو المؤسسات إن كانت الخاصة أو الحكومية. هو حقيقة الهدف الأساسي نحن دائما بنقوله لازم يكون هدف مشترك بين المؤسسة والموظف، يعني ما بيصير التدريب هو بس فقط يستفيد منه المؤسسة أو هو فقط يستفيد منه الموظف، لأنه هو عم يدربك داخل هاي المؤسسة، فبده يكون الهدف مشترك ومتفق عليه. هذا الاتفاق اللي بتخلي انه هذا التدريب يرفع انتاجيته للشخص. شو يعني يرفع انتاجيته؟ يعني بيصير بيحقق مهمات المطلوبه منه بوقت اقل، بجوده احسن. صحيح. بيقلل العمليه الاشراف، يعني انا اليوم ما عاد في داعي احط لكل مهمه مشرف، لانه هذا الموظف هو مدرب عليها، لانه حتى الاشراف هي تكلفه. كثير مهم، انا اليوم سوق العمل متبدل، الشركه اذا هي اليوم ما طورت موظفينها هي بتطلع من السوق. يعني هي اليوم مثل ما قلت حضرتك، هي اغلب الشركات ما بتحط ميزانيه لهذا التدريب. اليوم اذا الشركه ما قدرت تواكب التطورات اللي صارت، احنا ترفيه يعني تعتبره خارج الميزانيه وترفيه وما انك مضطر وعرفت، فهي كمان اكيد اكيد هذا شو عليك. نحن قلنا بالبدايه هي ممنهجه، يعني بده يكون لها خطه، والخطه نحن دائما نقول هدف بده يكون هدف ذكي. شو يعني هدف ذكي؟ يعني قابل للقياس. يعني انا حقيقه بعد ما عملت الدوره التدريبيه بدي اعرف حقيقه شو مردود هذا الموظف بعد ما عمل الدوره، قدر اليوم حقق شيء اللي بدي اياه، ولا فقط اجى للترفيه، واجى فقط اني مردود العملي ولا المادي بدك تعرف؟ 100% اجيت فقط. اكيد هلا العملي اكيد يكون امتياز، بس المادي حسب. تماما 100% 100%. العائد، لا عائد عائده على العمل، يعني قديش. وبالعكس هو حتى الموظف بس يصير عنده هي المهارات الاضافيه بيرتقي وظيفيا، وراح يزيد عليه المردود المادي بنسبه وتناسب اكيد. يعني حسب الشركه وحسب القطاع اللي هو عم يشتغل فيه. طيب استاذ وجيه، خلينا نحكي شوي عن انواع واساليب التدريب. بنعرف في بعض الورشات مثلا التي يطلق عليها ورشات تدريبية ممكن يكون ليوم، في ورشات يومين ثلاثة، في بعض أنواع التدريب ممكن تستمر لشهر شهرين ثلاثة، في بعثات أحيانا بيصير خارج القطر. خلينا نحكي عن أنواع التدريب وأساليبها، وهل تختلف؟ يعني اليوم أنا
في بعض المهن ممكن انها تستفاد من ورشه ليوم، وفي بعض المهن لا، انا بحاجه حسب شو نوعيه شغلهم طبعا. 100%. فمثل ما انت حضرتك، نحن بنقسم انواع التدريب حسب الهدف من التدريب. نحن رح نقول خلينا نقسم الهدف لنوعين من الموظفين، الموظف اللي هو جديد والموظف القديم. الموظف الجديد هو حقيقه ما بيصير يواكب او يفوت بشركته او مؤسسته غير ما يكون عنده يخضع لعمليه تدريب خاصه بهي الشركه، نحن هذا بنسميه التدريب الداخلي. شو لازم يعرف هذا الموظف في هذا التدريب؟ سياسات الشركه، قوانينها، الخصائص تبعيتها، الشغلات اللي هي بتتميز عن بقيه الشركات او المؤسسات، نوع المنتجات والخدمات اللي عم بتقدمها لازم يتدرب عليها. كثير مهم انه يكون في عنده شيء من التدريب له علاقه بالتواصل مع الموظفين اللي داخل المؤسسه. هي بتكون مدتها قصيره حقيقه، يعني شو قصيره؟ رح نقول بين العشرة ايام شهر، واذا كثير اختصاصيات ممكن تضل الشهرين، اكثر من هيك لا. يعني هذا التدريب نحن بنسميه تدريب الموظفين الجديده، لانه انا مسبقا موظف هذا الشخص بما يتلائم مع شركتي اللي انا بدي اشتغل فيها. بنروح على الموظفين القدامى. الموظفين القدامى هون مثل ما انت قلتي حضرتك بتختلف المده والانواع حسب الهدف. في اوقات اليوم بيكون في تقنيات جديده انا بدي ادخلها على شركتي، وهي التقنيات هي لاول مره بياخذها هذا الموظف، هي معلومات ومهارات جديده، فيمكن تكون عندي مدى طويل فيها. وفي اوقات لا، بيكون عندي مشكله باحد الموظفين بسرعه اداء معينه بسيطه فبيطور له اياها، فبنروح على ورشات تدريبيه اللي بتكون قصيره. وفي اوقات هي بتكون ورشات بتكون مثل ما قلت حضرتكم ليوم واحد، هي بدها تكون معلومه او مهاره بسيطه، وهي هدف الاساسي كمان بيكون اهدافها اللي بتكون يوم واحد اهدافها غير مباشره. شو يعني غير مباشره؟ يعني انا بدي اعزز شوي تعاون وتواصل مع الموظفين بهذا اليوم كرمال يعيشوا جو من التواصل الاداري بين بعضهم. طيب خلينا نحكي عن خطط التدريب. يعني نحن بنسمع كثير وبنستضيف كثير من اساتذه التنميه البشريه انه دورات تدريبيه، في خطه لهي الدورات التدريبيه بتكون تسلسليه، وعم نحكي نحن مثلا عن اوقات مفرقه خلال السنه. كيف تضع خطه التدريب او حسب المؤسسه؟ يعني اذا بنحكي ان كانت مؤسسه خاصه او العامه تختلف، او القطاع كمان تختلف الخطه. طيب انا اسف بدي اصلح شغله، تنميه بشريه هو يعني هو حقيقه ما في هيك مصطلح تنميه بشريه، وتنميه بشريه وتنميه اقتصاديه واجتماعيه والى اخره. نحن كل ما يخص البشريه، تنميه مهارات المواطن البشريه، يعني تماما كرمال تحكي عن مهارات الشخص له علاقه يعني انا لما اقول مهارات عندي هذه، نحن بنقول تنميه بشريه كل ما يخص مهارات البشر كالانسان. 100% تنميه بشريه انه بتروح على المؤسسه في كثير جوانب، نحن عم نحكي عن الموظفين، تنميه مهارات الموارد البشريه. فنحن كيف تبلش مثل ما قلتي حضرتك التخطيط لهي الدورة أو الورشة اللي نحن بدنا نشتغل فيها؟ أول شيء بدنا نسأل هو الفجوة التدريبية. شو يعني الفجوة التدريبية؟ يعني الموظف هلأ حاليا شو عم يؤدي مهام، وأنا شو بدي منه بالمستقبل. هذا الفرق نحن نسميه الفجوة، هذا اللي بدي أشتغل عليه من الناحية التدريبية. يعني على سبيل المثال أنا عندي الموظف يقوم بهذا المهام بهذا الوقت بهي السرعة، أنا مطلوب منه إضافات معينة، هذا الفرق بيناته هو بحاجة لدورة تدريبية. ومو دائما التدريب هو حل، نحن عم نقول في حال كان التدريب هو حل، فرحنا على التدريب هو حل، فبين معنا انه هدول مجموعه من الموظفين هنا بحاجه لهذه الدوره التدريبيه. بعد ما حددنا شو هي الفجوه بنحط الاهداف، والاهداف بدها تكون واقعيه وملموسه. يعني اليوم انا شو هدفي من التدريب؟ انا بدي ارفع كفاءه. هذا المصطلح انه انا ارفع كفاءه هو مصطلح عمومي صحيح؟ لا صح. انا اليوم على سبيل المثال هي الصبيه بتكتب 100 كلمه مثلا بالدقيقتين، فانا بدي اياها تكتبهم بدقيقه ونص، فانا بدي اقيس حقيقه هذا هي الاهداف، فبدي احط اهداف واقعيه. بابا بروح الاهداف الواقعيه بروح بشوف التدريب هل هو تدريب داخلي او تدريب خارجي. شو يعني تدريب داخلي؟ يعني بيقدر انا مشرفين الشركه ومدراء هن يساعدوا هي الموظفين، ولا لا انا بدي استعين بمدرب مختص تدريب خارجي لحتى اني انا يعمل لي هي المهارات، او مثل ما قلتوا حضرتكم ابعته لمعهد او بعثة او الى اخره. تمام. بعد ما يخضع هذا الشخص لهذه الدوره بنروح على شيء اسمه التقييم. تمام. انا بدي اقيم شغلتين، بدي اقيم الدوره التدريبيه بعد ما خلصت، وبدي قيم حقيقة الدورة التدريبية الموظف هو حقيقة شو طور من مهام كرمال استفيد من هاي الأخطاء كرمال الدورات الثانية. وآخر شيء بنروح شيء اسمه قياس أداء.
خلاص حقيقه نحن وصلنا للهدف اللي نحن بدنا اياه مع هاي الموظف او مع هاي الدوره التدريبيه. طيب خلينا نحكي شوي كمان اليوم استاذ النوم. نحن في عندنا تصنيف قبل ما انا ابعث الموظفين انه اللي هو بيقيسوا في جوده عمل كل موظف، وهو طبعا بيكون ضمن اداره الموارد البشريه او مثل ما بنسميه قسم الاتش ار، انه هو مختص عنده تقييم شهري اسبوعي على حسب المؤسسه لاداء عمله، فبالتالي انا بحاجه لعدد معين من الموظفين. هل هذا الشيء ممكن يأثر على جودة العمل؟ أنا مثلا إذا أرسلت 3-4 موظفين هذا الشيء بيأثر علي ولا لا؟ كله هذا بتدرسوه قبل البدء بهذا النوع من الدورات التدريبية؟ 100% مثل ما قلت لحضرتك، أنت قسم الاتش ار هو المسؤول أو الموارد البشرية عن تحديد هاي الفجوة، بس هو مو هو المسؤول بشكل مباشر. هو مثل ما قلت لحضرتك بيرسل له تقارير معينة أو بكون اقتراحات من المشرفين أو المدراء أو اقتراح من الموظف نفسه أو تقارير سوقية. يعني اليوم قسم التسويق بيعطيه تقارير إنه إحنا اليوم في شركات نفس تطورت علينا بواحد 2-3 فنحن لازم نرفع هذا الأداء. فعملية قسم الـ HR هو بيجمع هذه الاحتياجات التدريبية وبيروح ليعمل مقترح الدورة التدريبية. هلأ هون بقى حسب اليوم المقترحات، هل أنا بدي مجموعة من الموظفين تقوم هذه الدورة ولا هي مجرد 1 أو 2 اللي هنا بيقوموا هذه الدورة؟ حسب اليوم الأوقات، أنا عندي ضغط شغل فأنا ممكن أقسم الموظفين لقسمين، يعني قسم بيغطي محل الموظفين وقسم بيروح على هذه الدورة التدريبية. في بعض الشركات بتلجأ انه انا لا ببعث موظف او 2 ومجبر هو يعلم زملائه بالقسم، وفي بعض الشركات بتروح بتقول لك نحن بايام العطل بنستثمرها بنعوضه للموظف بايام ثانيه كرمال هذا الشهر يحضر هذه الدوره التدريبيه. يعني بتكون خارج اوقات العمل الرسمي، وهذا كله بيكون حقيقه حسب الحاجه وحسب الاتفاق بين قسم الموارد البشريه والموظفين اللي بدهم يخضعوا لعمليه التدريب. طيب خلينا نحكي استاذ معك بقصه مثلا الدورات التدريبيه اللي مثلا بتقول لك المؤسسه او الشركه او اي قطاع انه ما جابت نتيجه، سبب فشل هي الدورات التدريبيه، وهي نقطه كثير مهمه لانه يمكن تطبيق مفهوم الدوره التدريبيه بشكل صحيح منه موجود، حتى تطبيق قسم الموارد البشريه بشكل صحيح بالقطاعات ان كان خاص ولا عام ما عم يتنفذ حرفيا بمجاله الصحيح. فلما نقول دوره تدريبيه فشلت او ما جابت نتيجه حسب الشركه او المؤسسه، شو هي الاخطاء الشائعه او سبب فشل هي الدوره التدريبيه؟ حكيك وسؤالك 100% صح. نحن اليوم بنقول بنقبل دوره تدريبيه خارجيه تفشل، بس دورة تدريبية منظمة ضمن شركة فنحن لازم تكون نسبة. اليوم أكيد ما في شيء بالدنيا ما له نسبة من الأخطاء تماما، بس تكون نسبة الأخطاء أكثر نسبة الإيجابيات. هي أول شيء ما بيكون في خطة، يعني اليوم ما في خطة واقعية للقصة، هي مجرد تدريب لمجرد تدريب، إنه أنا عندي اليوم وقت فراغ فبدي أحطها للموظفين بالتدريب. شو اللي بيصير؟ حقيقة بتصير المعلومات أغلبيتها نظرية. صحيح. ما بتخاطب الواقع، ما بتخاطب حياة العملية. ما في تدريبات عملية كثير. 100% بيحضر الموظف التدريب وما بيقدر يطبقه بشغله، ليش؟ لأنه كانت كل المعلومات نظرية. الشغلة الثانية والأهم هو المدرب المختص، يعني احنا دائما نقول لكل تدريب له نوع مدربين، ما لازم حقيقة نجيب المدرب اللي هو اختصاص لهذا الشيء اللي أنا بدي أعمله. ثالث شغله والمهمه تحفيز الموظفين. شو يعني تحفيز الموظفين؟ يعني اليوم الموظف لازم يعرف هو ليش جاي على هي الدوره، لازم يعرف شو المهارات اللي لازم يكتسبها جديده، شو بدي فيه شركتي. مثل ما قلتوا حضرتكم في كثير اوقات بيجوا موظفين لمجرد انه انا بدي اتسلى بهي الدوره التدريبيه، هي بس مضيعه للوقت. اخر شيء هي الشركه ما بتكون حاطه ميزانيه للتدريب او موازنه. صح. اليوم هي صارت معها مشكله فبتحاول تعمل تدريب بشكل سريع، بما انه ما في موازنه حقيقيه فبيكون باقل التكاليف ما بتوصل للنتيجه اللي انا بدي اياها. لا، التدريب لازم يكون محطوط له موازنه من بدايه العام وخطه. احيانا بتلاقي موضه، يعني المؤسسات عملت دورات تدريبيه بتلاقي المؤسسات الاخرى عملت ما في نتيجه منها، بس يعني انه مجرد انا قدام السوشيال ميديا وانا بيعمل دوره تدريبيه. 100% يعني موضوع مهم جدا ولا يتوقف الحديث عنده اليوم، لانه مثل ما قلنا ببدايه حديثنا كل يوم في تدريبات جديده عم تطلع وفي انواع. بختام حديثنا بدنا نشكرك كثير لوجودك معنا ولكل المعلومات اللي قدمت لنا اياها. شكرا لكم، يسعد صباحكم. شكرا واهلا وسهلا فيك. شكرا لك.